دايما اقول هذا الكلام. واحنا امبارح كنت احتفي باحدى بناتي التي اتم الله لها ختم القران ما الكريم شاء كاملا، الله ما شاء الله ما شاء والجميل الله. فيها ان هي كانت ختمت على احدى البنات التي ختمت على يدي. بمعنى ايه؟ يعني خلاص انا كنت الشيخ فاصبحت شيخ الشيخ، فالبنت اللي حفظت منك، راحت حفظت. الله. فالجميل اللي دايما اقوله لحد لولادنا الصغيرين ولولادنا الكبار ولستاتنا اللي هم في سن حضرتك واكبر سنا، لما يجوا يتعبوا ويحسوا بالملل والفتور، فاجيبهم في اجتماع كده واقعد معاهم شويه واقول لهم شوفوا انا بصراحه مستخسر فيكم النعمه دي. ليه؟ اقول لهم اصل كون الله سبحانه وتعالى اختار دعاء فاروق او محمد ابو بكر او اي حد في الدنيا ان هو يقرا قرانا يتلى الى يوم الدين نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين، ده حاجه تعادل النبوه. تعادل النبوه ايه يا شيخ؟ انت هتتجنن ولا ايه؟ اهدى شويه، انت لسه على طرف هتشز لساني ولا والله ايه؟ وعلى انا طرف اقول لك انا لساني. بقى. لا، ما هو شوفي النبوه يا ست دعاء اصطفاء واشتباء، مش كده ولا ايه؟ واختيار. فالله يصطفي النبي ويشتبيه ويختاره، مش كده ولا ايه؟ دونا عن قومه. طيب انت لسه ما وصلتيش للايه اللي هقولها لك دي، انما اسمعي كده ربنا بيقول ايه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بس ربنا بيتكلم بقى على العلماء اللي زيكم، لا، مش الغلابة احنا. يتحدث الله سبحانه وتعالى عمن نظر في المصحف وقرأ حرفا. الله، معقولة؟ يتحدث الله سبحانه وتعالى عمن قرأ آية في المصحف. ده اصطفاء. طبعا طبعا، اصطفاء واشتباء. ولولا أنه اصطفاك لما ألهمك قراءة. ليه؟ لأن القرآن بطبعه صعب، ما هو السهل. والله قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن بأنه قول ثقيل، فلا ييسره الله سبحانه وتعالى على اللسان إلا لمن أحب من العباد. فيقول ولقد يسرناه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن لمين؟ لمن أحب الله ورضي عنهم. فتجد حامل القرآن، وكانوا مشايخنا يقولوا لنا كده، اللي يحفظ القرآن أو جزء من القرآن أو جزئين أو ثلاثة، اعلم أن في قلبه الخير، وأنه حتما سيختم له بخير، يا رب. وحتما سيكون يوم القيامة من أهل الجنة.